السلام عليكم أحبتي، أنا رائد الجعفري. نكمل سلسلة دروسنا عن المتغيرات أو الـ variables. الدرس السابق شفنا شلون نسوي set للقيمة الأولية للمتغير وكيف نغيرها بمقدار معين إحنا نحدده، سواء كان بالسالب أو بالموجب. أكو نقطة هنا، إذا نرجع للتنفيذ القديم ونشوف، لو جيت انا وضغطت على فلاج طلعت لي صفر، زين لو اجيت وضغطت على السبرت مالتي او الكائن بالكليك طلعت لي رقم 3، ضغطت مرة ثانية 6، ضغطت مرة ثالثة 9، ضغطت على العلم 0. بس انا هنا أنا صرت ما افهم شنو معنى هاي الارقام اللي تطلع لي، زين شلون ممكن اعالج هذا الموضوع؟ هنا راح نعرض اسم المتغير بالإضافة إلى القيمة. شلون يعني؟ يعني هاي الأرقام اللي كانت تطلع لنا هي عبارة عن قيمة المتغير، لكن أنا كمستخدم ما أعرف شنو اسمه. هاي نقطة. النقطة الثانية، لو عندي أكثر من متغير بالبرنامج مالتي، هنا ما راح اعرف هذا يا متغير دا يتغير قيمته صفر ويا متغير دا يزيد بمقدار 3. شلون نحل هاي المشكلة؟ انه نعرض مسج او نعرض رسالة لليوزر نقول له يابا هذا المتغير يساوي هاي القيمة. زين شلون نقدر نسويها؟ نروح على الاوبريتورز على هاي الكاتيجوري، واذا تتذكرون بواحد من الدروس السابقة اخذنا جوين وقلنا جوين معناها انه هذا البلوك يمكنني من الربط بين كلمتين او الربط بين متغير ووصف إلى أو كلام عنه. زين شلون راح أستخدمه بمشروع؟ زين لو جيت هنا بهذا البلوك، هذا الأكس هو المتغير واللي قيمته صفر حاليا. أجي هنا إيش أقول؟ أنا أقول له بالجوين أريد تطلع لي مسج تقول لي أكس تساوي هاي القيمة، وخلي الاكس هنا. تمام، لو نشوف بالجوين ايش راح يطلع لنا من اخلي الجوين بالسي، السي ايش راح تكون قيمتها؟ ايش راح تطلع؟ ايش راح تعطينا؟ راح تدخل تلقى جوين، راح تشوف شنو الجوين، هو اكس تساوي قيمه اكس. فلو اجيت هنا وخليتها انا من اضغط على الكائن مالتي راح نشوف ايش يطلع. شوف طلعت لي اكس تساوي 3، بس لو جيت وضغطت على فلاج صفر. ليش؟ لانه اصلا انا هنا ما غيرتها، مخلي بس الاكس. زين نقدر نضيف بعد جوين؟ اي نقدر نضيف بعد. نجيب جوين ونقول اكس مثلا تساوي هاي القيمة. لو خليتها هنا وجيت ونفذت راح نشوف العرض ايش كيف يتغير. اكس تساوي صفر، فهمت انا قيمة اكس شنو؟ من اجي انقر هنا اكس تساوي 3، انقر مرة ثانية اكس تساوي 6. فأنا هنا أنا كيوزر أو مستخدم للبرنامج قدرت أفهم إنه إكس تبدأ من صفر، وكل ما أضغط على السبريت إكس تتغير بمقدار 3 وحدات. ليش؟ لأن هو ده يعرض لي. تمام؟ لهنا أنا انتهى درسنا. إذا عندكم شيء اتركوا لي إياه بالتعليقات، وأنا حاضر. مع السلامة.